الأخوة والأخوات، لقد أنجزنا خلال أقل من 4 سنوات ونكاد ننتهي من إنشاء ما يقرب من 11,000 مشروع على أرض مصر. Today, the power station is helping the people of Egypt. مشاريع ضخمة اتفقت عليها مصر والصين. كانت القاهرة عصر الطاقة النظيفة. The Egyptian government has started an ambitious مشروعات العملاقة الثلاثة. مشروعات الغاز الطبيعي الجديدة في مصر. مصر، سنوات العمل والأمل. صعيد مصر الأصيل، مشروع المثلث الذهبي الذي يشمل إنشاء مشروعات صناعية وتعدينية وسياحية وتجارية بسفاجة والقصير وقنا، بحيث تصبح هذه المنطقة قلعة صناعية جديدة تمثل إحدى روافد التنمية في جنوب مصر. المشروع الذي يقع في منطقة تضم 75% من الموارد التعدينية في مصر يستهدف جذب استثمارات تقدر بنحو 19 مليار دولار أمريكي، كما يستهدف خدمة مصر والقارة الأفريقية. مشروع منبسط على نحو 9200 كيلومتر مربع، يفتح المجال أمام إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمنت والزجاج والسيليكون والكيماويات ورقائق الكمبيوتر في قلب الصعيد، لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد تقدر بنحو 500,000 فرصة عمل على الأقل. المثلث الذهبي، مدينة صناعية تشبه في فلسفتها مدينة دمياط للأثاث، التي تستهدف زيادة تنمية صناعة الأثاث في مصر، وهي المدينة التي تبلغ قيمتها الاستثمارية نحو 14 مليار جنيه مصري، لتستفيد من حجم صادرات تلك الصناعة التي ارتفعت بنسبة تقدر بنحو 51.6% خلال السنوات الأخيرة، وتستغل كذلك انخفاض تكاليف الإنتاج في مصر عن نظيراتها في أوروبا بنسبة تقدر 14%. والصناعة تمتد إلى بورسعيد عبر مسبك بورسعيد، الذي يرمي إلى إنشاء أكبر وأحدث مسبك في مصر لصناعة المحركات والمعدات الهندسية ذات تكنولوجيا صناعية متقدمة. أما منطقة الروبيكي فالجلود نصيبها، حيث تشهد إنشاء أول منطقة صناعية متخصصة لإقامة صناعات الدباغة وصناعة الجلود والصناعات المكملة والمغذية لها. المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لم تغب عن ذهن الدولة، والتي وصل حجم المنجز منها إلى 4,000 مشروع، ضخت الدولة لها 16.7 مليار جنيه لتمويل هذا القطاع منذ عام 2014 حتى نهاية يناير 2018 الماضي. في الحركة بركة، هذا هو الشعار الذي رفعته الدولة المصرية، تحركت على عدة محاور بالتوازي لتؤكد مرة أخرى أن مصر قد تتعرض لأزمات وكبوات، ولكنها أبداً لن تموت. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.